هو مشروع مركز تراث الفن القبطي والمصري. المركز ده على مساحة 5000 متر مربع، بيكون من دور كامل لهيئة التدريس، وبعد كده دورين دول مقسمين ل 72 غرفة سكنية للطلبة اللي هيبقوا بيدرسوا في المركز. يعني هو بيساوي كل أوضة طبعا فيها سريرين، فبيساوي حوالي 144 درس. مكان العبور يعني تحديدا للمشروع ده، فمكان ده كان اختيار من كراسة البابا، اللي هو المكان اللي هو اللي قربه من القاهرة، على اساس ان المركز هيستوعب دارسين من شتى محافظات جمهورية مصر العربية. المشروع هو بدينا فيه تقريبا احنا من شهرين، وان شاء الله نتوقع ان نسلم المركز بالكامل الى الكنيسة القبطية بتاريخ 30/9/2015 ان شاء الله. بالنسبة للمركز هذا نحن راعينا فيه كل شروط السلامة والتكنولوجيا، بحيث بيكون مركز ان شاء الله على مستوى عالي من التشطيب والتسليم ان شاء الله. العمل القام بالمشروع اعمال تكييف واعمال فاير فايتنج واعمال صحية كاملة بمشتملاتها، والتايم سكادول معمول للمشروع العمل ككل انشائي كهرباء ميكانيكا 30/9. الاشياء اللي احنا نحب نضيف ان هذا ليس المشروع الوحيد اللي احنا نقوم فيه مع الكنيسه القبطيه. نحن اليوم سلمنا دار ايتام للكنيسه القبطيه من 4 شهور تقريبا، وفي عندنا مستشفى سيسلم في قريبا، ومدرسه، وفي ايضا مشروع اخر في وادي النطرون اللي سيسلم ان شاء الله بعد في السنه هذه ان شاء الله.